السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة سعيد شو. في هذا الفيديو سوف تتمكن من إغناء واختبار ثقافتك الإسلامية العامة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد فيديوهاتنا، ودعمونا بالضغط على زر الإعجاب. ابقوا معنا. السؤال الأول: من هو أول من أعطي النبوة بعد آدم عليه السلام؟ إليكم 5 ثوان للتفكير. الجواب: شيث عليه السلام. السؤال الثاني: من هو أول من خط بالقلم؟ الجواب: إدريس عليه السلام. السؤال الثالث: في أي سماء لقي النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام ليلة المعراج؟ الجواب: في السماء الرابعة. السؤال الرابع: كم كان بين آدم ونوح عليهما السلام؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. السؤال الخامس: من هو أول رسول بعث إلى الأرض؟ الجواب: نوح عليه السلام. السؤال السادس: ما اسم قوم نوح عليه السلام؟ الجواب: بنو راسب، كما ذكر ابن جبير وغيره. السؤال السابع: من هم الأنبياء الذين سميت صور من القرآن بأسمائهم؟ الجواب: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، نوح، محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. السؤال الثامن: من هو شيخ المرسلين؟ الجواب: نوح عليه السلام. السؤال التاسع: كم عدد من آمن بنوح عليه السلام؟ الجواب: قال ابن عباس: كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم. السؤال العاشر: كم سنة دعا فيه نوح قومه إلى الله تعالى؟ الجواب: 950 عاما. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. السؤال الحادي عشر: إلى من ينتسب كل من على الأرض من بني آدم؟ الجواب: إلى أبناء نوح عليه السلام، وهم سام وحام ويافث. قال عليه الصلاة والسلام: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. السؤال الثاني عشر: من من أبناء نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ الجواب: كنعان بن نوح على نوح السلام. السؤال الثالث عشر: من هم الأنبياء العرب؟ الجواب: هود، صالح، شعيب، محمد عليهم الصلاة والسلام. السؤال الرابع عشر: من هم القوم الذين أرسل إليهم سيدنا هود؟ الجواب: عاد، إرم. السؤال الخامس عشر: ما هي الأصنام التي عبدها قوم سيدنا هود؟ الجواب: كانت أصنامهم 3: صمدا، صمودا، وهرا. السؤال السادس عشر: ما هي المنطقة التي أرسل فيها سيدنا هود؟ الجواب: الأحقاف في شمال حضرموت وعمان. السؤال السابع عشر: من أول من عبد الأصنام بعد الطوفان؟
الجواب عاد الأولى. السؤال 18، كم مرة ذكر سيدنا هود في القرآن؟ الجواب 4 مرات. السؤال 19، بما أهلك الله عادا قوم هود عليه السلام؟ الجواب بريح صرصر عاتية. السؤال 20، كم يوم استمر العذاب على عاد؟ الجواب 7 ليال و8 أيام. نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا حقا. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدون فيه حلقات ساعد شو. كما لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.